استاذ ماجد، العلاقه الطرديه اللي بين الاستقرار اللي بنتكلم عليه ده على كافه النواحي داخل النادي والانتصارات والتدعيمات والصفقات اللي بتتم في نادي الزمالك، وبعد حديثك كمان هنطلع لفيديو مهم جدا واعلان عن صفقه جديده من المستشار مرتضى منصور في قطاع اليد، لكن هناك علاقه طرديه حتما بين الاستقرار دوت وبين عوده الانتصارات للفرقه الرياضيه داخل نادي الزمالك. بسم الله الرحمن الرحيم. وجود المستشار مرتضى منصور في نادي الزمالك بيبقى ليه أو بيوفر عناصر بعينها داخل القلعة البيضاء. المستشار مرتضى منصور بيعجبني في إدارته اللي هو بيبقى فيه شعار كده بيدير من خلاله نادي الزمالك. الشعار ده ببساطة شديدة جدا في كلمتين، كرامة وكبرياء نادي الزمالك. هل أنا بتكلم من فراغ؟ لا، أنا بتكلم عن مواقف. كرامة وكبرياء نادي الزمالك في توضيحات أو رد المستشار مرتضى منصور فيما يتعلق بموضوع إمام عاشور. كرامة وكبرياء نادي الزمالك فيما تردد عن عقوبة دونجا. كرامة وكبرياء نادي الزمالك فيما حدث لحظة بلحظة في ملف التعامل مع أزمة محمود كهربا. واللي يشوف ردود الأفعال اللي موجودة في المعسكر الأحمر دلوقتي واللي بدأت تمرر لبعض الزملاء الإعلاميين لازم يقول شابوه المستشار مرتضى منصور. ليه شابوه؟ لأن خلال ال 24 ساعة الماضية بدأ الكلام يتغير. طوال الفترة الماضية كان الكلام عن الغرامة جاهزة. طوال الفترة الماضية إن مفيش مشكلة خالص وإن الفلوس موجودة وإن السيناريو. خلال ال 24 ساعة أو من 12 ساعة بالظبط الكلام اتغير. الأهلي بقى زعلان من كهربا. ليه الأهلي بقى زعلان من كهربا؟ لأن الأهلي عمل اللي عليه. الأهلي عاوز مقدم عقد، يا كهربا خد مقدم عقد. هقول لك عاوز تاخد موسم، عاوز تاخد موسمين، تاخد موسمين. لا لا طيب احنا جمعنا 40 50 مليون جنيه، ايوه ادفع بقى الباقي انت يا كهربا. هنا مع التريس مع اداره ازمه بقول للجمهور نادي الزمالك لو سمحتوا سيبوا اللي بيدير قائد المركب هو عارف بيعمل ايه في التوقيتات المناسبه. النهارده بقى كهربا بين شقي الرحى. طوال الفتره الماضيه هو كلامه وفيديوهاته وتويتاته في اتجاه واحد، لكن الموقف خلال ال 12 ساعه هو اخرنا معاك في 40 50 مليون جنيه تم توفيرهم، انت اتصرف في الباقي. في الوقت اللي مسؤولي الاهلي والاعلام اللي بيمرر بعض الامور الخاصه بالنادي الاهلي بيتكلموا ان هو مستعد انه يدفع ملايين الملايين من الجنيهات عشان يضم إمام عاشور، الصفقة اللي المستشار مرتضى منصور بمعلمة كالعادة وبحروف من ذهب كالعادة هو بيضع كل شخص كل فرد كل لاعب أمام مسؤولياته. الانتماء للزمالك والحديث عن تشجيع الزمالك وحب الزمالك مش بالكلام، الانتماء للزمالك مواقف، والمواقف هي اللي تقدر تفرق ما بين شخص هو فعلا منتمي لنادي الزمالك وبين شخص هو بيمهد لأي قرار سعيا وراء مصلحته. في زمن وفي فترة دلوقتي محدش يكلمني على انتماء لاعب، ومحدش يكلمني على اللاعب ده ابن مين وكان موجود في نادي ايه، لأن المواقف كتير في الأهلي قبل الزمالك بتقول إن المادة بقت هي اللغة الطاغية على الصفقات على إدارة شؤون الكرة. ورغم أن المادة والفلوس هي العامل المحرك لكل هذه الأمور، لكن في رئيس بهدوء، في رئيس بيرد على كل الشائعات، وأنا بحييه من هنا أن هو ما بيتوراش خلف لجان، ما بيتوراش خلف شاشات، ما بيتوراش خلف مذيعين يردوا بالنيابة عنه. لا، المستشار مرتضى منصور عنده من الكياسة ومن الفصاحة ومن اللغة ومن الجرأة ومن المواجهة ان هو يتكلم. وشوف كل احاديث المستشار مرتضى منصور ما تلاقيش قدامه ولا ورقة ولا قلم. امتى بيلجأ بس للورق او لفيديو عشان يوثق ما يقوله للمشاهد، يوثق ما يقوله للرأي العام، احتراما للرأي العام، احتراما للجمهور، جمهور نادي الزمالك في كل مكان، احتراما لأعضاء الجمعية العمومية. ومن هنا أتحدى، ومن هنا تأكيدا على كلامك يا ماجد، ثانية واحدة، رئيس نادي تاني أتحدى تجيب لي له لقاء واحد لايف
او يطلع يتكلم الا في المؤتمرات يقرا من الورق. بص يا كريم، ده الفرق. هو الفرق مش ده بس، انا بتكلم على النقطه دي. انا ما ينفعش ان انا مش بقارن، انا ما ينفعش ان انا اختزل الفرق في هذا الامر فقط، لاني مثلا انا ما بنساش، ولا الراي العام بينسى، ولا في مسؤول بيراعي ضميره في الكره المصريه هينسى المفاجآت المدويه التي فجرها المستشار المحترم تركي آل الشيخ وهو يتحدث عن علاقته بالمستشار مرتضى منصور، وبيتحدث عن علاقته بمجلس إدارة النادي الأهلي. الناس كلها ركزت في المداخلة الشهيرة مع الكابتن شوبير على اللفظ اللي كل الناس سمعته، لكن في نهاية المداخلة وفي تفاصيل المداخلة تخلي أي حد بيتكلم عن مبادئ أو قيم يتوارى، أي حد يتكلم عن مبادئ أو قيم يخجل، أي حد يتكلم ويتحدث عن مبادئ أو قيم لازم يبص في ورقته الأول ويشوف السلبيات اللي في ورقته قبل ما عضو مجلس إدارة النهاردة من ساعات قليلة جاي بيكلمنا عن إيه؟ عن النادي بدون ذكر أسماء، عشان كده أنا مش هذكر أسماء. لو كان ذكر اسم نادي الزمالك أنا كنت هذكر اسمه على شاشة قناة نادي الزمالك، لكن هو كتب تويتة بدون ذكر نادي الزمالك، حد في إدارة كتب الأهلي، في إدارة الأهلي، في مجلس إدارة الأهلي، تحدث عن مداخلة حدثت في قناة، وأن هذه المداخلة كانت سبب في إثارة الفتنة. أنا عاوز أرد، وإن البعض بدل ما هو يركز في الفشل ويركز ان هو ما يتكلمش عن امور وهو في فشل حصل في ناديه، لا انا حابب ان انا اوضح، عمر ما كان عدم التوفيق، ده لو بنتكلم كوره، عمر ما كان عدم التوفيق او الفوز او الـ او الـ او الخساره للبطولات هو المعيار، ولو كان هو المعيار يبقى الاهلي خلال الموسمين اللي خسر خلالهم معظم البطولات عليه ان يتوارى. طب ده بكلام ماجد غراب؟ لا، ده في عضو مجلس إدارة داخل النادي الأهلي الأستاذ محمد الضماطي كتب تويتة على صفحته خلال هذه الفترة قال إن ده نتاج إن كل حاجة غلط. يبقى ما تجيش تكلمني وأنا عايش في منظومة دوري مصري، عاوز تكلمني عن الدوري المصري، عاوز تكلمني عن اللي بيحصل في الدوري المصري، أنا هقول لك اللي بيحصل في الدوري المصري. في الجمهورية الجديدة في عصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيتكلم بكل حب وبكل أريحية وبيوجه رسالة للجميع، نختلف في الرأي، لكن تعالى كلنا نجتمع على حب الوطن، تعالوا كلنا نقود الوطن، تعالوا كلنا نشارك في بناء الجمهورية الجديدة. هنبني جمهورية جديدة ازاي واحنا عاوزين نحجر على رأي مسؤول سابق في نادي كبير بقيمة النادي الإسماعيلي؟ الأفضل ان هو يخرج ويقول أوجاعه، الافضل ان هو يخرج ويقول انا بعاني من ايه وايه المشاكل عشان السلبيات. وبدل ما كنت النهارده تكتب تويته تعاتب او تنتقد وتتكلم عن الفشل، طب ما نيجي نتكلم او ترد على الفشل اللي حصل واتكلم عنه المستشار تركي آل الشيخ، ولا الحديث والاخبار والكلام الكابتن مدحت شلبي عن 15 مليون جنيه دعم لرئيس النادي وعن ارقام بالملايين وعن وعن وعن. طب انت في فترات الفشل دي وفترات الهجوم دي ليه لم تقدم استقالتك احتراما للجمعية العمومية واحتراما للجماهير؟ لكن النهارده جاي بتكلمني ما كانش قد استقالته انا بس، فانا عشان النقطه دي ما تروحش مني، يعني ما كناش عايزين نقدم استقالته، احنا كنا عايزين يرجع الساعه بس. لا سيبك من القصص دي، هو واخد ساعه. انا حابب انت بتتكلم عليه ده اللي انت مش عايز تقول اسمه ده. لا انا مش بتكلم على كده، انا بتكلم المستشار تركي آل الشيخ قال تصريح لن ينساه التاريخ. نعم، قال ان كل اللي زارني في بيتي في مصر او في جدة او في الرياض استفاد تحت اسم وتحت حساب النادي الاهلي. ده قال كده صراحة، والكابتن شوبير ما ردش. انا كان نفسي تكتب تويتة اتكلمنا عن ايه اللي حصل في صفقة صلاح محسن، ولا اتكلمنا ازاي ان في سبة في تاريخ الفير بلاي في الكرة المصرية، وقعة احمد الشناوي وهو رمز الاخلاق، رمز الكابتن الخطيب لما الناس بتتكلم عنه بيقول لك على طول ده رمز الاخلاق. طب كيف لرمز الاخلاق ان هو يسمح للاعب متعاقد مع نادي، وده مش كلامي ده كلام المستشار تركي آل الشيخ، مع واحد من رموز نادي الاهلي في حضوره
وما ردش، قال ان الكابتن الخطيب طلب احمد الشناوي بالاسم وكان على علم بوجود احمد الشناوي، وبعد ما جه احمد الشناوي بيكلمني عن بورسعيد. افتكرت بورسعيد دلوقتي يا كابتن محمود؟ طب ليه ما ردتش على المستشار تركي آل الشيخ؟ طيب الاهم من كل ده اللي قعدوه في اوضه ازاز عشان احلف ان انا معاك الكلام من ده، الاهم من كل ده يا كريم اني كمان كان موجود في القعده مسؤول في اتحاد الكوره، وتكلمونا على المؤامرات، مسؤول من اتحاد الكوره موجود ولاعب مرتبط بناديه، وهو قال في الكلام ده انتوا دخلتونا في مشكله مع المستشار مرتضى منصور، اللي هو كل مشاكل المستشار مرتضى معاهم ايه؟ كل المشاكل المستشار مرتضى، عشان الجماهير تفهم، عشان الجماهير تعي، المستشار مرتضى لم ولن يفرط في حقوق نادي الزمالك، وهو عنده من القوه والجرأه وكل الامور اللي انا اتكلمت عنها ان هو يواجه في الوش بالبلدي كده، ما بيتوراش ورا حد. عاوز اتكلم يا كريم ان احنا بصدد مؤتمر منتظر. اتحاد الكره المصري هيعمل مؤتمر للحديث عن الاستعداد للموسم القادم. وكيف سوف يكون الاستعداد للموسم القادم؟ انت كنت بتتكلم في الانترو بتاعك، الانترو المميز، عن المنظومه الكرويه. آن الأوان ان من الموسم القادم يبقى في شعار نشتغل عليه بقى. مصر فوق الجميع. الكره المصريه فوق الجميع. احنا في شاشه قناه نادي الزمالك ما بنقولش الزمالك فوق الجميع. احنا عندنا يقين، واليقين ده اللي غرسه جوانا ومحفور جوايا وجواك وجوا الاستاذ محمد رجب وجوا منتصر رفاعي وجوا كل العاملين في اعلام نادي الزمالك، ان مصر فوق الجميع. المستشار مرتضى منصور قال كده، والمستشار مرتضى منصور مش بيقول كلام، لا هو بيقول يقينا. ليه؟ لان هو على علم ان لو مصر مش فوق الجميع مش هيبقى في زمالك، ومش هيبقى في اهلي، ومش هيبقى في دوري، ومش هيبقى في المتعه اللي كل الجماهير بتنتظرها. نعم. أتمنى بقى إن السنة الجاية لازم نبص بنظرة مختلفة. ليه؟ لأن الدوري السنة دي يا كريم بكل أمانة أنا بقول للفريق اللي هو موجود على صدارة الدوري النادي الأهلي، وقبل ما تحسم الدوري رسميا، أنا بقول لك إن الدوري وما حدث فيه هذا الموسم لا يستحق الاحتفال أو الاحتفاء به. ليه؟ هل إن أنا جاي على حقك؟ لأ، ده احنا لو بنبص على الجدول في اللحظة الراهنة اللي مفيش دوري في العالم غير الدوري ده، وتلاقي الاعلام لسه لغايه دلوقتي بيتبع سياسه اطبطب ودلع، سياسه ان انا اتكلم على النادي الاهلي والتمس ليه كل الاعذار لوحده. الاهلي هو في بطوله افريقيا؟ لا، هو محتاج يتاجل له مباريات. الاهلي بعد ما يفوز ببطوله افريقيا؟ لا، الاهلي اكتر فريق لعب مباريات. لا، الاهلي مجهد. لا، الاهلي بيلعب. يا جماعه الكره المصريه اسمها الكره المصريه مش الكره الاهلاويه. الكره الاهلاويه في قناه النادي الاهلي، في الجزيره، في التجمع، في زايد، لكن الكره المصريه في اتحاد الكره لازم تراعي امور بعينها. لازم العقوبات اللي تطبق على اللعيبه تطبق على الجميع وتنفذ بشكل ناجز وفوري. لازم العقوبات تنفذ بشكل ناجز وفوري. ليه؟ عشان المنافسين مع النادي الاهلي يستفيدوا. هي دي الكره النظيفه. الكره النظيفه ان مش يبقى فريق منتظر انه يحسم الدوري وعنده 6 مباريات والفريق الثاني في المركز عنده 3 مباريات. في اي دوري في العالم يحدث هذا؟ أنا نشعر بشيء من الخجل. ومصر اللي تأهلت للأولمبياد وأكبر عدد من المرات، مين يسبق مصر؟ برازيل، فرنسا، إيطاليا. دي قيمة مصر، دي قيمة الكرة المصرية. الكرة المصرية لو مسابقاتها بيتوفر ليها المهنية والروح التنافسية الشريفة والالتزام بجدول الدوري، مش إن أنا أجيب مباراة قبل مباراة، مش ان انا ااجل للفريق اللي هو بيقول لك انا متصدر الدوري ومستعد ان انا افرح، افرح بانهي دوري وانا كنت ماجل لك المباريات مع فرق زي فيوتشر، مع فرق زي بيراميدز، مع فرق مع نادي زي الزمالك. افرح بمنافسه ازاي وانا بيتاجل لي كل المباريات وانا بلعب في نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد المغربي، والوداد مخلص كل مبارياته حتى لو خسر، لان كل العالم، كل الدنيا، كل الدوريات مؤمنه بفكره الرياضه. أنا مش مطلوب مني أكسب كل البطولات، أنا مطلوب مني أخوض منافسة شريفة. نعم. بفار شريف، فار نزيه، بمخرجين وتصوير تلفزيوني يكون على مسافة واحدة.